المغرب. عاش المغرب. الله الوطن المالك يحيى المغرب. تركيا زوينه، اسطنبول زوينه، ما شاء الله كل شيء بخير وعلى خير، فيها الخير تهيايا وبلادنا فيها الخير، اللهم لك الحمد. الدم يحن الى الوطن، الوطن الدم يحن الى، واخا كاين الخير هنا الحمد لله، حنا ما عايشين هنا، جينا غير سياحه، الحمد لله كاين الخير هنا، اللهم لك الحمد، وكل شيء الاسمنه مناسبه زعما في المتناول، اللهم لك الحمد. ولكن اخويا التراب والريحه، ومني كتدخل المغرب عاد. السلام عليكم، معكم راديه مغربيه من خميسات بالضبط تمازيغت، ولكن راه بيني وبين الامازيغيه الخير والاحسان. مرحبا بكم في تركيا في اسطنبول بالضبط، هذا السوق ديال محمود فاشا. طواه السوق، طواه السوق، مشاو مني المركب مني ولاد ميمون التركيين ايثما شو ايثما المتتبعين غير عزن. بسم الله الرحمن الرحيم، ايثما سويثما المتتبعين نغي عزن، متتبعين قناة ازغن غنسيتي ماني مث جم سانيتان وجنت ورا نغني زيت ندينتنا القسطنطينية اسطنبول، ايثما سويثما الرحلة ويس ابعى، ايثما سويثما نيغ الجولة ويس ابعى، قناة غادي حي امينونو مش قناة زيبوتي امينونو، ايثما سويثما ذا ماني جا ولاد ميمون المركب ايطاكيين، ولكن شتان عفوا بين هذا وذاكين، نيغ هذا وهذين، السوق لولاد ميمون السوق المركب يتغيما اسواق عالميه بامتياز، ايثما سويثما مين كاين غنزام دانيتا مين دوم دغنسشن دانيتا قيمت كاين ان شاء الله حما اتسلم كلشي ما مشت ورا بقى مشات قاني غزارة زيبوتي بوسبوروس ايثما سويثما نهر بوسبوروس يديوسين ثما السوق ونيتا والمعروف ايثما سويثما السوق المصري قيمت كاين ان شاء الله حما اليوم نسبيا مرة اذا ايثما سويثما نبدأ بالحلويات كل ما لذ وطاب الحلويات مروكو باس مغربي شكرا شكرا ما شاء الله اهلا وسهلا كيف حالك ان شاء الله الحمد لله اخي كيف حالك انت الحمد لله شلونك شو والله في حلقون في حلويات في حلقون بالعسل زي مغربي بالعسل شو بدك يجي في حلقون بالمكسرات فستق بالورد بالرمان بالفستق بالرمان حموت بالبندق بالفستق بالكنافة فستق بمشاكل بالشوكولاتة بالبندق بالجوز بالفستق بالبندق بالدوت بعد كله جوا فوق مجافر بدون سكر شكرا اخي بارك الله فيك تشكرا ديرم اذا نايت مسوي تمام الى جانب الحلويات شكرا شكرا الى جانب الحلويات نايت مسوي تمام غزلني طبعا المكسرات المكسرات ايثما سويثما واش الاستقبال حار كاين غدا نيتا قناة ازغن غنسيتي ايثما سويثما عزيزي بوطيب نمشيو للاستقبال انا غكين يتسمى النهار مزوان ازريق دكا استقبلنا بزاف ومسرا نشين دي مارك اني نعاد وكتين شامخا الصغويين مارا يعجب اسن الحال اننا جاد في السحان تنوم اكثر مارا مش خصم نفاح يعجب انا الحال ومسرا نشين من دا نيتا مارا الحلويات المجففة مرة من دا غازة على الكور يعني جا الشيط السواف قد مرة من تخسم سواف أقص غيون الزاثنة تعمل يعجب أن تحارو من تسرين قانا شين هدي موروكو الناس دي مغربيا إيوا يعجب أن تحار يجلس استقبال المليح إن شاء الله وبالحق مع ذلك أشير أظن غير نغوات التفل من يسمى سموه نقول الله ما في الدوات كان يتصور في المغربية زانيتا غاسل المركب راني هنا ماشي واحد شنو ولاد ميمون واحد شنو الزنغان سموه الوحيدة جدا ديال العالم احسن الدول ايوا سيدي كلشي غنموجود كلشي تمنضى
أقشفوا يا عيسى قيت سوارة وندبين غاثلنا ليتا أمد أقان أيا نجاو سعروني خسنين صار حلويات مرة ما تسمع تسمع الحلويات مرحبا بكم أخويا موحيا كوتشيت من دار نيتا أروح ايوا واخا اي ذا متغيرني اذا نيت مسما سويت ما عفوا تا البدايه السوق وتا طواه السوق طواه السوق مجو مني المركب ني ولاد ميمون ايتواركين اي ثم سويت ما المتتبعين غير عزن ايش الحاجة ايث ما سويت ما اذا غير خصنا نيتا الماكلة ايث ما سويت ما الماكلة الماكلة ايث ما سويت ما الماكلة نيتا وصراحة ايش التحية السان يعزي حوليش يعزي التيب اي محمد النس ايث ما سويت ما صراحة عزي بوتيب نعم اللي غاسكو الشيء ذا مليح الا المقاوينة تاع عزي بوتيب من عام واحد زيبوتي بني لي سوري شوش خوخو ليش ما يموت هذي كسمي موار يجي ذا زيبوتي عليك ذا حوليش إذا قلنا ذا مشي نغش نول المغرب ما يموت يوزين لأنها مشي نواجيش نول المغرب فهمت؟ قيم ذا لينا عنده شوش تسيا أنت ذا يعضق يدور نيف زيبوتي بني ذا كل شيء مليح يعني يتسلك ولكن ولكن وهذا الشواء وهذا الجن غشكراد وهذا الجن حمل فهمت؟ إن شاء الله عطنا هكو حق أن الشواء نسكو الشيخ أخمو مقاي عمّا مع الأسف سمحتي صح إذا نيث ما سويت ما إلى جانب الحلويات وإلى جانب ذا كيسو نغ الجبن الجبنة إذا ما سويت ما كل بكل أنواعها صراحة مش قانيت مثلا غير مغربيين الداخلية قانا هاد الشيء تيشهي وهاد الشيء تيشهي نيشان أنا تكاع زيبوتي بدنجال كلشي يوزغ إذا إذا ما سويت ما الخضار المجففة كل شيء يجفف هنا البدنجال والفلفل الاحمر ايث ما سويت ما كلشي مجفف غاسن دانيتا والى جانب ذلك العطريه ايث ما سويت ما يجد تحيه يعطاني غنغمار ذوك الزنغان فحنتي غاثة ما يثم سويت ما وإلا يستفهم الحلويات بكل أشكالها ولكن كما قلت آنفا يبقى المغرب بلد الراحة النفسية مهما صلنا وجلنا يثم سويت ما يقال المغرب يجي البلد نرح بارك الله كلمي. عاش المغرب الله الوطن الملك يحيى المغرب تركيا زوينه اسطنبول زوينه ما شاء الله كل شيء بخير وعلى خير فيها الخير حتى هيايا وبلادنا فيها الخير اللهم لك الحمد لو خصك تدخلي بلادنا زوينه دابا دخلنا في هذا الموضوع ديال المغرب وتركيا الحمد لله المغرب كيف المغرب كيف تركيا الدول البلد يبقى الدول الاسلاميه كلها الحمد لله الدم يحن الى الوطن الوطن حيت الدم يحن الى واخا كاين الخير هنا الحمد لله حنا ما عايشين هنا جينا غير سياحه الحمد لله كاين الخير هنا اللهم لك الحمد وكل شيء الاسمنه مناسبه زعما في المتناول اللهم لك الحمد ولكن اخويا التراب والريحه ومني كتدخل المغرب عاد شكرا للأخت بارك الله فيك إذا بنات المغرب ونساء المغرب هنا في إسطنبول يحنون إلى البلد المغرب البلد العظيم البلد القوي برجاله أيث ما سويت ما ونسائه نفتخر ونقولها بكل صدق وافتخار يبقى المغرب في القلب والعقل والدم إذا أيث ما سويت ما ونيت هذه الوجه الثاني نيغ إيجن جهة تنغني زي الجهات الجهات أيث ما سويت ما السوق ونيتا
أقوم ما السوق النيق ذواني تو مازال قنغ عديس نتسوى السوق زي الداخل مجدو مني غيث مسويت ما قنص السوق المصري وليس كل شيء ما إذا ديرس أقديس أيثما سويثما من ما إذا ديرس وإلا أقد السوق وانيته طبعا أيثما سويثما تمتثل على الأسواق مقرنا قناش تكسر اللوغو أتصور هذا مني وهم معليش ولكن اللوغو أتكسد ما يمي الله أعلم خانا اشتلح التوييد لإذن زي البلدية بلدية نغزي زي ولاية إسطنبول شين خان تصور فقط المشاهدين عزن على أي حال يعني انا سلاده بقى انا شاد ديك سلوغو لا ولكن شنحش نغني معليش على اي حال يثما سويت ما يا زبوتي ايه أصل الصابون؟ لا يدقر واحد مين غنشتيها أنا أدقر كيف بسم الله بسم الله وخزبوتي بقى يتقزع هذا كله بالعسل 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 ما شاء الله ما بسكر عسل تركي بطل في رومان كله بيعيش ما بمشكر ايه مش تقدر تاكل تعزي بودي ابني تقعد عندنا الزن نفس الله يكمل الله مش تصبح أو الإخوة غاس داشن ديك نتسمر أوه يا الإخوة شن ديك نتسمر غاس داني إثنين من دوم غيني نتسمر نيشان يترفق هيدا في مسويث ما مجدوم النير عزي السهلين العزين بوتسيب ملك جولات أوروبا في مسويث ما بامتياز الذهب يباع هنا أيضا هذا بوتي بين سردين سردين تو لا يزو ديسترس خنوة داري عزي بوتي بس بسيب اثنين تتوين عزي بوتي يمكن تبني زاكا عمدي تتوين عزي بوتي اي ابي تشكيوني ديرم الله رزول اسم ابي السلام عليكم يلق كل انواع الورود هاك شنو راه عزي بوتي اتو واش تخبيتي خاطر الحاجه هادي لي وزغ ما سجلين التريمان ياش انت تسد من اخي مشو واخا شي حاجه تسد من اخي هاني شنو هو ده جامع الله جامع كيفه هو ده فوق جامع الله تيلا قوم دي خدام الاخوان شاكين تاع الزي بوتيب هي جا 5 تيلا 5 تيلا 5 ليره
بالمرض موجود شنو صابي بزاف ديك الشوارع ها واش النقاع ها باتي يتمرض خمسة الى شحال توازوتي وين وقع 2 سنت 2 سنت ها قوم الاخوان مازال عاد نصول ونجول هنا في هذا السوق هزي بوتيب ومعك كان ديال ولاد ميموني لخشان نوحا يا الريستوران ني ما يجي سرمان ني النشاط ني وي الدواء اه هم يتقاش اه يا عزي بوتيب مع الاسف انا كيف راس نحكي وتبدوش ان شاء الله قلب قال اخ الشريفه فين تقول نعزي بوتيب السلام عليكم عليكم السلام ابي نعسم باكي جابات يا شوده در ديور انا شوده باكي نبدا اسمع زيك صراحة من ديت نوفا ديك تواكين انه تصوير سوا خوز جيف نشوف شي قاعد مين تقي صراحة نداء يجي نحاجث تصبح عند صراحة الإخوة هذه الجوده غيس بدي تسمى إلا اللي هم البوليس غيس بدي نخ على حساب اللوغو قناة التويد الإذن فقط ولكن على أي حال عزيز بوتيب ني غاس التصوير داني تو قامو ما متسوام لا والو خرج الجوده هذه الجوده غيس بدي عزيز بوتيب زعما صراحة زعما راسي الخير خدنا هذا نهار نبغى هذا شي عروس عروس ها قوم الإخوة الأخوات كذلك وني جن مقبل خورة أنا غي جن مقبل خورة مثل نعزي بوتيب يعني يسعى الفنان غزي شو ولد نوية صحيح غي دلوران غي تسمى متنجد دلوران يسعى الفنان غزي خوة حمود أقشى بوتيب تينا الإخوة أقشى أقرغ ذي ثحولا من يدى بلوني من يدى رحوج لني وني غي زوجا نتزاي ومن يخسر يتزوج اثي ديالي غنزنوي عروض سانيتا واش خصني هذين النهار هذه مشات رخو 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 نهار نهار حما غنزنوي عروض ودي قد قصاكم الصح قر الجروب ومن تخسر هذه نوي يلا الاخوان عزيبو تي بي تيخذ راس غال حش المليح غاتجي الحاج غال مليح وتجبو دك عزيبو تي بي تولي خصك قومي توسي داني انت غاتجي الحاج تيخذ راس غال حش تسمع لا ماشي من الخير زيس انت والو عزيبو تي بي اه لا كذاك اقوم الاخوان قاع عزيبو تي بي الشهاده حيا يعني المثال اللي كرامي سيدك غاتجي الحاج ولكن اش غاتجي الحاج عاود وتوز درك للويز لويز قدحوا لويز قدحوا ايش كان في سهل ايه ما مادام مثل صغيره الشاني مازال عاد نزيد نشوفونا على ديال الصدفه ان شاء الله يا رب ان شاء الله هنف نستغل كشمير شكتا نشوفونا على كبيره زيبو تياب زيبو تياب الحين تقوم الاخوة خدم لاجل الاخت النغتة تنزجت صاحب الزينة وقص الشرين يعني تشان غير بعض النصائح ذاني تم يبودع من هذا المدى مش غير قبل هذا المدى شطا مش غير قبل هذا المدى هذه سق والله ما عرفت 48 اكس ال اكس لارج معناتها لا لا يمكن يمكن اي من اكس ال شوف شوف ميغيل ايه الواعزي هي هي مثلك مثلك مثلي اه بس هو اكس ال معناتها اكس لارج باه سنة نوريك هكا زادا ماشي اخر إذا نايث ما سويت من المتتبعين غي عزن لازلنا نصول ونجول ذني تذيث ندينتنا القسطنطينية إسطنبول ونوز دلخو غيش المحل ذي سيجمو شمثنا تمغربش تزي الخميسات زنوز ذني تمام شتورا رعباية ثنية العباءات انت مغاري نقشني هني قان رعباية قانت فقط رعباية انت مغارين
مشيت قناة جيبوتي عرفت مشيت قناة عرفتي العبايه وين تفوقي تفوق فوقيه فوقيه الفوقيه اذا ليت مشيت ما مشدو مني غطا مغرب شت النق نوز ان شاء الله هذا سنق ولي مالا شوت الاشهار غا ست سندي وذان هذا انت اذا غاينين مشيت قناة ومشينا انت اذا غاينين المحله ماني ديوسان اقوم مثل ما سويت مع عمي السهلي سكت عمي السهلي زيد 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 امني توب ايوا تليفون تقدي النير ايثما سويت ما وتشما تنق نزاخ ان شاء الله تعرف اسم تاع زيبوتي ما مشتو فيهش كذا نيتا مليح على الجيب يا شبان غير حارم اذا فوت ما تنق الزنوزه غاز سرعه الصباح الطاسي وي سيدي ليس ما هو ثمن ما مش تخصص شي تسمى دخل بنادم السوق هو اللي تقانس محمود باشا اسقان يوم شلما يتواجد ثحان تاق ولد غياسن ثحان تاق تدوه موات سمي محمد النرباش هاي صغيرين ومحمود باشا اسقان ولد غياسن ان شاء الله قان نشتيد فيزيت كارت تاقت غان غذي لقان سواري دايس النمر يسكو الشير انتثق تسوى الداي ذي لك بيذي تهويز لك بغا تسوى الداي باش ان شاء الله خمي غا تسيور انتثع زيبوتي مشان اخذيني ان شاء الله اخذيني المعلومات مش اسقان من يعني ومشان اخمي دايس الاخوات النغ هذا سخص غنت السنيتا العباءات اذا نيث ماشي ثم الثاني تاع الاخت راضيه غينو فداني تم بجوم ني غدي السوق ومقان محمود باشا لاله راضيه نعم سيدي على هذا المحل فين جا وبعد عرفي على راسك السلام عليكم معكم راضيه مغربيه من خميسات بالضبط تمازيغت ولكن راه بيني وبين الامازيغيه الخير والاحسان مرحبا بكم في تركيا في اسطنبول بالضبط هذا السوق ديال محمود باشا هذا المحل ديالنا جا شي شويه لتحت لكن كلنا عندنا الدراري اللي كيكونوا هازين لي كارت كيهبطوا اي واحد بغى يجي لعندنا كاينين عندنا لي موديل كاين العبايات ديال الكريب ديال ليكرا كاين موديلات ديال الكشمير المهم حاجه تاع المحجبات على الناس اللي كيبغيو يلبسوا الطويل بحال هذا الموديل نيت انا ما محجبه ما والو ولكن ستيل كيكون الملبوس الموضه ديالو هي الطويل بحال هكا كاليتي مزيانه ان شاء الله الله يهدينا ان شاء الله نبداو من هنا ان شاء الله غادي تكلمينا شويه تهضري لنا شنو مرحبا كاينين دي موديل هادو مثلا بحال دابا هكذا هادو عندنا ليكيد اللي محطوطين هنايا الموديلات اللي صيكات نساليو الموضه ديالهم كنحطوهم في كندير لهم تخفيضات كنزلوهم هذا جلباب تركي كل حاجه والموديل ديالها كل حاجه والستيل ديالها هادو كاملين بحال هكا هادشي كلشي تركي يعني 100% ولكن يعني الناس اللي كيكونوا كيلبسوا لي فولاغ وهذا هما اللي كيجيو تيلبسوهم كاين هاد الموديل هكا كل موديل فيه 4 5 ديال الالوان دو قماش تاعو من نوعيه ممتازه ما كاين لا كيمشي له اللون ما حتى حاجه ما كيطرى له والو كاين هذا دير عبايه بحال الالبسه بحال لبسه اها راه مسدود كيبقى هادشي ديكور من الفوق فيه حتى هو 5 تاع الالوان كاين هذا الموديل يعني الحضور اللي بغات تحضر شي حاجه ماشي بالضروره قفطان وهذا كتبغي تمشي لابسه عبايه تاعها وتبقى بها كاين هذا الموديل هذا ديال الميمات الحاجات اللي كيبغاو يلبسوا حاجه يكون فيها هيطرز ما يكون فيها حتى شي حاجه تكون سامبل وساده كاين هذا بحال الجلابه المغربيه هي هو سبور اها مع لي كونفيرس كاين هذا خمسه تاع الالوان لا الثمنه طبعا غادي تصاوبي مع المغاربه لا والله المغاربه الا كنعمل لهم ثمن كنخلي واحد شويه تربح حتى ولا مول المحل كيقول لي راضيه صافي خرجتي عليا تيجيو عندك المغاربه كتخرجي عليا وماشي هي المغاربه صراحه المغاربه الجزائر تونس كلهم تنعمل لهم ثمن مزيان هذا الستيل سبور كيجيو عندي بنيات بحال دابا اغلبيه ديال الناس كيكونوا في المغاربه اللي كيعيشوا في الخارج تيبغيو ياخذوا عبايات البنيات ديالهم نهار الجمعه ولا بنهار العيد باش يخليوهم يلبسوهم حنا جبنا هذا الستيل هذا اللي سبور اوكي كاين هذا واحد شويه هكا فيه حاجه وحده كيكونوا سامبل وكاين هذا شغل حجاب كيف ما مسمينو هما تكون بحال العبايه خمار هذا اللي كيمشي مع الخمار كاين هذا سبور حتى هو كنجيبو لهم يعني ستيلات زويون يعني ماشي دوك ستيلات اللي كيكونوا معيقين ماشي ديك العبايه الشرقيه هادو كلهم موديلات اللي تركيين ماشي كاين لي مونطو ديال الكشمير كاينين المغاربه من مراكش انا وقت ما جيت من مراكش تنجي انت هيا كليانا مغربيه تجي عندي ديما من مراكش دائما كنجي لتركيا وقت ما جيت لتركيا تنجي عند راضيه مرحبا بك مرحبا بك تشرفي هادو لباس المحجبات من حيث حتى الاستقبال الله يحفظك الله يكبر بك الاستقبال ديالنا حتى حنا الاستقبال ديالنا الصراحه الله يحفظك مرحبا بكم كاين هذا الموديل هكذايا هادو لي ترانش شوف يعني ماشي تكوني محجبه هي تبقى تلبس دوك العبايات ولا دوك لي موديل اللي ما كاين عندنا ستيلات زويونين هذا كيتلبس حتى فوق العبايه
ماشي بالضروره هي في كل شيء ديال الحجاب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كاينين هادو الجلباب بحال الكبوط بحال هذا وكيتصلح للشتاء والجو كيكون جو موسمي. ماشي كاين بزاف ديال الموديلات صراحه، راه كاينين شي 20 ولا 50 موديل كل واحد باللوينات ديالو. كاينين هادو فيهم اللوان، هي هو الستيل تاعهم الا بغاو يشوفوه من هنا. شوف يعني حاجه ماشي كاليتي تاعهم ديال الكشمير، كاليتي مزيانه ما كتحبب ما تطلع صوفه ما حتى شي حاجه، كيما كتلبسها كيما كتبقى. ها هو هذا عندي 5 شهور اللي باش يلاه دخلناه وانا شريته هو تلبسه ما في صبن عادي ما صرالو هو ما صرالو حتى شي حاجه. صاي مرحبا بكم في المحل تاعنا، حنا كل مره كنجيبوا حاجه جديده على حساب الذوق ديال الكليان. اخر كلمه تقوليها للجمهور توحش المغرب. مرحبا بكم في اي وقت، ماشي بالضروره كما قلت شحال هذه لواحد السيده حتى هي كنصورات عندي في المحل، ماشي بالضروره تجيو تشريو. احتاجيتوا اي حاجه تسولوا على شي حاجه مرحبا بكم. بارك الله فيك الاخت رضي الله يطول عمرك ربي يخليك. الله يستقبل بارك الله فيك. شويه من المتتبعين غيعزن ارذني تانغا تفني ودكم ارنكارو ذي السوق. نشكرك ني وخو فاركين الجيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.